السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وفصفة جديدة نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقة تحضير الجينواز اللي كتجي جينواز اكثر من رائعة رطبة هشيشة كيف ما كتشوفوا على عينيكم بدون محسن الجينواز وبدون خميرة الحلويات بقوا معايا باش تشوفوا جميع اسرار نجاحها وما نطولش عليكم بزاف ندوزوا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير نبداو بسم الله على بركه الله بالنسبه لمقادير الجينواز غادي نحتاج خمسه ديال البيضات اللي بحجم كبير عندي 150 غرام ديال سكر حبيبات عندي جوج ديال ساشي ديال الفاني انا درت زوج باش نتفادى هذيك الزفوريه ديال البيض عندي 150 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل خمسه ديال الملاعق يكونوا عامرين مزيان بالنسبه للناس اللي ما يتوفروش على الميزان وعندي واحد الرشه ديال الملح I don't know. وهنا فواحد البول اولا فواحد الاناء اول حاجه غادي نضيف البيض اللي ضروري خصو يكون بحراره المطبخ غادي نضيف هذيك الرشه ديال الملح والفاني والسكر وغادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي ندرب على اعلى سرعه عندي في الدراب غادي نخلط بهذا الشكل هذا حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل كيف ما غادي تشوفوا معايا كيضاعف لي الحجم ديال البيض ويتغير لي اللون ديالو من اللون الاصفر للون الابيض فاش كنهزو هكذا آه الخليط ديالنا كنشوفوه ولا بحال شي كريمه وفي هذه المرحله غادي نحبس من الدراب الكهربائي وغادي نستعمل فقط الدراب اليدوي وبهذا الشكل هذا غادي نبقى نغربل الدقيق مباشره فوق الخليط ديالي وما نغربلوش دفعه واحده غادي نبقى نضيفو على آه دفعات على جوج ديال المرات او لا على ثلاثه ديال المرات ونخلط بشويه كيف ما كتشوفوا معايا من تحت للفوق من تحت للفوق هكذا باش ما نضيعش هذاك الفوليوم ديال البيض اللي طلعناه في الاول وبالنسبه آه للدقيق واخا حتى يكون عندكم مغربل آه من قبل ضروري نوليو نغربلوه فوق من الخليط مباشره هكذا باش نتحصلوا على جينواز اللي تكون ناجحه لان شحال ما دخلنا آه النسبه ديال الهواء في فلاجينواز ديالنا شحال تحصلنا على جينواز ناجحه وفي هذه هاد المرحله هذه راني دايره انا الفران كيسخن وغادي نخوي الخليط ديالي في لاطه ديال الفرن اللي العرض ديالها 33 سنتيم والطول ديالها سبعة 37 سنتيم انا هذا الخليط خرج لي اه تبارك الله جينوازا اللي كبيره ماشي صغيره وصافي غادي نسرحها بهذا الشكل هذا وبطبيعه الحال الثانيه خصها تكون مفرشه بورق الطبخ اللي ضروري منه في فلاجينواز صافي غادي بواحد ستاتي غادي نساوي هذاك الوجه ديال الجينواز. ديالي باش نتحصل على جينواز اللي تكون اه متساويه ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه صافي هنا غادي ندخلها مباشره للفرن وغادي نخليها على درجه حراره متوسطه ما ديروش حراره اللي مهيله وكذلك ما ديروش حراره اللي اه مرتفعه بزاف والمده ديال الطياب ديالها 10 دقائق بالضبط بالضبط وحسبوها بالدقيقة آه 8 ديال الدقائق آه, نخليوها الـ 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 النار من تحت منها وجوج دقائق من اللي نهبطوها باش تحمر شوية من الفوق وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز ديالي صراحه جينواز لي ناجحه 100% لمية لمية غير تبعوا الخطوات اللي درت انا وان شاء الله غادي تصدق لكم كيف ما صدقت معايا وكان هذا هو فيديو اليوم هذه هي الوصفه ديال اليوم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم ومع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده وما تنساونيش كيف ما دائما بلا لايك ديالكم وبتعليقكم الزوينه ولا كانت هذه اول زياره لكم للقناه اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة ونتلقى ان شاء الله في فيديو جديد وفصفة جديدة ان شاء الله بسلامة